صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 46 لسنة 2022 بنقل تبعية معهد البحرين للتدريب من وزارة التربية والتعليم إلى كلية البحرين التقنية بوليتكنيك البحرين جاء فيه. تنقل تبعية معهد البحرين للتدريب من وزارة التربية والتعليم إلى كلية البحرين التقنية بوليتكنيك البحرين، ويعتبر المعهد جزءاً من الكلية وتسري عليه اللوائح والأنظمة المعمول بها فيها. ينقل إلى كلية البحرين التقنية بوليتكنيك البحرين جميع موظفي معهد البحرين للتدريب بذات درجاتهم ورواتبهم وعلاواتهم وأي مزايا مالية مقررة لهم. يؤول الى كليه البحرين التقنيه بوليتكنيك البحرين الاعتماد المالي المدرج لمعهد البحرين للتدريب ضمن ميزانيه وزاره التربيه والتعليم في الميزانيه العامه للدوله وكافه الحقوق والالتزامات المرتبطه به